تشكيل النادي الاهلي اللي هتشوفه في مباراة النهاردة قدام الزمالك واللي هيكسب الزمالك سكور، وهقول لك نتيجة ملك ملوك التوقعات بعد التشكيل. قبل اي حاجة رسالة للعيبة، العب برجولة، موت على الكورة، هتاف جمهور النادي الاهلي، موت على الكورة فعلا، هات فوق 100% من طاقتك، ما تخرجش من الملعب غير وانت موت نفسك وجايب اخر نقطة عرق، لان الماتشات اللي زي دي يا ترفعك سابع سماء وتخليك نجم النجوم وتلم معك، يا ممكن تنهي كاريرك. هي الماتشات دي اللي بتلمع لعيبة وبتخليهم يروحوا في حتة تانية خالص، وهي اللي بتقضي على لعيبة وبتنهي مسيرتهم حرفيا. فان شاء الله 11 راجل في الملعب هيجيبوا الفوز، وهيجيبوا فوز كبير للنادي الاهلي، وهقول لك الفوز هيبقى كام. 4-3-3 في حراسة المرمى، سوبر محمد الشناوي بذكريات كاس العالم مع منتخب مصر ومباراة اوروجواي، حارس مفيش زيه في قارة افريقيا ان شاء الله. رباعي خط الظهر محمد هاني هو اللي هيكون موجود باك يمين، محمد هاني ان شاء الله بنسخة كاس العالم للاندية قدام بايرن ميونخ وقدام ريال مدريد، محمد هاني اللي بيكون سوبر ناحية اليمين، اللي بيقفل ناحية اليمين تماما وبيسجل اهداف في كاس العالم كمان. ناحية الشمال يحيى عطية الله، اللاعب اللي عنده خبرات كبيرة جدا مع منتخب المغرب وفي كاس العالم لحد ما خد رابع العالم، هو ده يحيى عطية الله اللي اشوفه النهاردة، اللي عامل اسيستين في مباراة جورماهيا باعلى نسخه ليه باذن الله. ثنائيه دفاعيه الكابيتانو رامي ربيعه، رامي رجوله اللي عامل موسم خيالي، موسم في حته تانية من رامي ربيعه، هيواصل باذن الله. المدافع الهداف، المدافع الصلب جدا اللي بيخرج بالكوره صح من ورا، جنبيه ياسر ابراهيم قلب الاسد ان شاء الله بنسخه الهلال السعودي، بنسخه ماتش الهلال اللي سجل فيها جولين وكان سوبر للنادي الاهلي، هيكون موجود جنب رامي ربيعه. ثلاثه في نص الملعب، مروان عطيه بأي نسخة ليه، مروان عطية على طول فايق، على طول فورمة بإذن الله، مسمار النادي الأهلي في نص الملعب. قدامه اتنين بوكس تو بوكس، على الشمال إمام عاشور، حبة الكريز اللي موجودة، الكريزة اللي موجودة فوق التورتة إمام عاشور بنسخة السوبر المصري وتسجيله في الزمالك وإنه جاب الكاس للنادي الأهلي، إن شاء الله يسجل قدامهم تاني النهاردة. الناحية التانية أكرم توفيق قلب الأسد، وده برضه هات له أي نسخة تحبها لأنه عمره ما بيكون وحش وبيموت نفسه في الملعب، وهي دي الرجاله اللي انا عايز اشوفها النهارده. اتنين وينجات، على اليمين هيكون موجود بيرسي تاو، ان شاء الله ان شاء الله هيعمل اداء قوي جدا وهنقول ميسي تاو ونشوف رقصه من رقصات بيرسي النهارده. وعلى الشمال النينجا حسين الشحات، ودي ماتشاته، حسين الشحات بيحب الزمالك وجبنا لك الزمالك اللي انت بتحبه، ان شاء الله هيسجل النهارده وهيكون من نجوم المباراه. وفي الامام وسام ابو علي قناص النادي الاهلي، هداف في الدوري في نص موسم، اللاعب اللي مفيش زيه، ان شاء الله هيسجل النهارده اول اهدافه في نادي الزمالك. ده التشكيل اللي هيلعب، مش تشكيل انا المفضل، تشكيلي قلته لك قبل كده، لكن ان شاء الله اي 11 في الملعب النهارده هيكونوا رجاله، اي 11 هيجيبوا المكسب باذن الله. وتوقعي ونتيجتي للمباراه 3-0، ثلاثيه نظيفه للنادي الاهلي، هنطلع بالكلين شيت ان شاء الله وهنسجل 3 اهداف في الزمالك، وهتكون حفله مفيش زيها للنادي الاهلي ان شاء الله في السعودية، وهنرجع بكاس السوبر التاسعة امام الزمالك وننهي على كل طموحاتهم وكل احلامهم باذن الله. قول لي توقعاتك في الكومنتات، شايف المباراة هتخلص كام كام.